النهارده كانت قرعه الدوري بنظامه الجديد. دور اول ب 17 مباراه، مرحله المنافسه على اللقب 9 فرق، والمنافسه على البقاء في الدوري بتسع فرق، ولكن النهارده اتعملت القرعه بنظام الذكاء الاصطناعي زي ما بيحصل في العديد من الدول الاوروبيه، واسفرت في النهايه عن المواجهات التاليه. في الجوله الاولى الاهلي سيستضيف سيراميكا كليوباترا على استاد القاهره. في الجوله الثانيه الاهلي سيلعب مع زد، وهذه هي مباراه فريق زد. في الجوله الثالثه الاهلي والاتحاد السكندري. الجوله الرابعه البنك الاهلي مع الاهلي. الجوله الخامسه الاهلي مع سموحه. الجوله السادسه الاهلي هيتحرك ويروح على اسكندريه يلعب في برج العرب مع المصري. الجوله السابعه مع انبي في القاهره. الجوله الثامنه مع الجونه. الجوله التاسعه مع فاركو في الاسكندريه. الجوله العاشره مع بيراميدز في استاد القاهره. الجوله ال11 مع مودرن سبورت في استاد القاهره. الجوله ال12 مع بتروجيت، وال13 مع المحله في القاهره. ثم بعد كده الاهلي يسافر الى اسكندريه يلعب في برج العرب مع الاسماعيلي في الجوله ال14، ثم مباراه القمه مع الزمالك في الجوله ال15، وبعد كده الاهلي يسافر الى اسكندريه لمواجهه الحرس في الجوله ال16، والختام مع طلائع الجيش في الجوله ال17. كلنا عارفين نظام القرعه، الفرق اللي هتلعب معاها على ارضها في الجوله الاولى في جوله المنافسه على اللقب هتلعب مع الفريق المنافس في ارضه سواء بيراميدز او الزمالك اذا تاهلوا في المنافسه على اللقب مع النادي الاهلي. نظام جديد، شكل جديد، كل التوفيق للاهلي يا رب في نظام جدول الدوري اللي هينطلق يوم 30 اكتوبر وتخلص المسابقه حسب ما اعلن رئيس رابطه الانديه يوم 30 مايو.